ما هو رأيك بأستانا أربعة؟ والله متأمل خير كويس يعني، والله أحسن من سابقات يعني، ما صار له أسبوع ما سمعنا طيران ولا ضرب ولا شيء، إن شاء الله كويس، متأمل خير إن شاء الله. أول شيء ما فينا نحكم على الهدنة المزارات حالها لا بعد فترة يعني، هون فينا نحكم إنه إذا صار في خروقات من قبل النظام ولا، بس كل هدنة بصير فيها خروقات ونحن نتأمل فيها خير يعني. هي الهدم هي عبارة عن مسكن بس مرة. حول مؤتمر الأستانة أربعة، نحن يعني هلق بيّن أنه بصراحة أنه المعارضة السورية والنظام يعني قرارهم ما وبيدهم، قرارهم بالخارج، وبالتالي نحن يعني بعد 7 سنين حرب مع حل سياسي بيحقق ثوابت الثورة، ثوابت في الحرية والكرامة للمواطنين، مع أي حل سياسي بخفف القتل والدمار والتشريد عن شعبنا. بس يعني نحن أن نتساءل كيف بده يكون الضامن هو الخصم، هو الخصم وهو الحكم، كيف بده يكون روسيا وإيران هن اللي عم يدمرونا وهن نفس الوقت هن الضامنين لهالحل. يعني إن شاء الله نتأمل من الهدنة خير ويخف الضرب وكل من يرد على أهله وعلى بيته وربعه. طبعا الهدنة إن تم التزام بها قبل النظام والضامن الروسي فهي هدنة مستقرة وهادئة، وأتوقع النجاح لها لأن النظام وداعميه قد وصلوا إلى مرحلة من الوهن والإتعاب والشعور بأن الحل الأمني والعسكري غير مجدي، ولذلك هم يبحثون عن مخرج للخروج من هذه الأزمة التي وقعوا فيها. نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الهدنة وأن تتصل إلى حل سياسي يلبي مطالبات الشعب السوري وينهي النظام ومن والاه. بالنسبة للمبادرة الروسية لتبعية المناطق الآمنة، نحن معي أنه يتوقف نزيف الدم السوري وتتوقف المجازر اليومية بحق الشعب، لكن روسيا أجرمت بحق الشعب السوري وضربت مشافي وكانت شريك في القتل مع النظام السوري، فكيف ستكون الضامن؟ بالنسبة للمناطق الآمنة طبعا نحن كلنا معه وأنه معي يتوقف القصف عن المدنيين، لكن أي مبادرة لا تتضمن رحيل الأسد نحن نرفضها بشكل تام. بعد 6 سنوات من التضحيات ويبقى الأسد، لا إحنا بنرفض ومنموت أول ما يضل الأسد. الاتفاق اليسار هو اتفاق يعتبر اتفاق جزئي طبعاً، وفي شيء قابل لو فرضنا جزراً أنه دير الزور والرقة هي مناطق فيها تنظيم داعش اللي يعتبر تنظيم إرهابي واتفقت عليه كل دول العالم، طيب باقي المناطق اللي فيها صراع بسوريا شو مصيرها؟ إن كان اتفاق من دول الأربعة لوقف هذا القصف والتهدئة بشكل عام فيها، طيب ريف حما وين؟ اللاذقية؟ حلب؟ ليش خارج الاتفاق؟ وإلا هي بالأساس لعبة لإنهاء الصراع في هاي المناطق والتفرغ لهي المناطق الأربعة بشكل عام. أي منطقة عامة نحكوا عنها يعني؟ نحن هلا هون بريف حمص الشمالي يعني نعرف روسيا، يعني روسيا هي اللي بلش قصف أول مزرعة عملت مزرعة تلبيسة وأمع منه، هن صاحبين خطة تبعية المناطق الأمنة يعني عم يضحكوا مشان يخلصوا من ريف حمص الشمالي ومن اللاذقية ولحتى يندروا علينا. هاي خطة خبيثة وما لنا نحن واثقين لا بالروس لا بإيران، نحن اعتمادنا على رب العالمين ونحن عدونا الأول والأخير هو النظام السوري. نحن مع أي شيء بيكون لصالح الشعب السوري، طبعاً هي في بنود عدة يعني لازم يكون يوقف القصف ويطالعوا المعتقلين ويكون يعني في حظر طيران. لحد الآن يعني الطيران الساتو يعني عنا بريف حمص الشمالي عم يطلع وعم يحلق، بس إنه ضرب الطيران ما صار ضرب، بس يعني عم يصير في ضرب بالمدفعية والهواء والراجمات. ونحن بالنهاية مع أي شيء بيصب بيكون لصالح الشعب السوري. طبعاً نحن يعني مع الاتفاقيات يعني مشان الشعب السوري، يعني شو نحن بقرر الشعب السوري نحن معه. شلون؟ يعني نحن الشعب السوري يعني صار 4-5 مؤتمرات يقولوا جنيف وأستانا وما بعرف شو، ما عم نستفاد شيء من كل هالحكي. نحن يا أخي مع الهدن ومع كل شيء، بس الشعب السوري بده يكون رضيان، يعني شيء يرضي الشعب السوري، يعني حاجة دمار، حاجة قصف، حاجة ذل، يعني حاجة تشريد، يعني الأطفال كلها تشردت، لا مدارس، يعني بشار الأسد دمر أجيال. ولكن احنا هدفنا الاستاتو واحد هو اسقاط بشار الاسد.